أكد الغربي ألكسندر فوتشيتش أن مصر وصربيا بإمكانهما تحقيق المزيد من التعاون الثنائي في المستقبل. خلال مؤتمر صحفي مشترك أضاف فوتشيتش أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تطرقت إلى مختلف القضايا الدولية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة سبل التعاون في العديد من المجالات. قد وقعنا اليوم عدة اتفاقيات في غاية الأهمية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين. لقد وقعنا على الكثير من الاتفاقيات الأخرى التي تهم الدولتين والتي سوف تسهم في توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين دولتين. أنا مقتنع أننا سوف نتمكن من فعل الكثير في المستقبل، أكثر بكثير مما تم في الماضي، وبالطبع ذلك بفضل فخامتكم ورؤيتكم والدور البارز الذي تلعبونه.